يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تخليد للذكرى العشرين لتربو صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين أبت ولاية أمن وجدة تنفيذا لتعليمات السيد المدير العام الوطني إلا أن تشاطر الشعب المغربي هذه الفرحة، وحتى تكون الفرحة فرحتين حاولنا ما أمكن باش نفرحوا بهذه الوليدات ديالنا المتفوقين. هذه السنة الحسنة اللي كنديروها كل سنة واللي كما لاحظتوا يعني النتائج كانت مبهرة، واللي يعني في بداية الأمر كانت مجرد فكرة، الحمد لله اللحظة كنلاحظوا على أن النتائج كانت في غاية الروعة. وهذا اللقاء الفيزيقي مع العناصر ديالنا والموظفين ديال ولاية الأمن يعني كانت فرصة سانحة باش نشاطرهم هذه الفرحة ديالهم ونفرحوا مع هذه الوليدات هادو على اعتبار أنهم يعني الجيل ديال المستقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لاباس؟ عاشتين؟ لا ما تخموش كاع تخرجوا تاكلوا الكلام في الدورة. بالنسبة لليوم شهدنا أطوار الاحتفالية ب أيتام وأبناء موظفي الأمن الوطني، شهدنا أننا حققنا الغاية من خلال هذا الحفل، من خلال نجاحنا في رسم الابتسامة العريضة على وجوه هذه الفئة المتمدرسة، والرؤية التي تصبو إليها ولاية أمن وجدة من خلال تجديد هذه المناسبة الاحتفالية هي أن تخلق مجالا للتحفيز وإلى الارتقاء بالتحصيل العلمي وإلى النتائج ونسب النجاح، وبالتالي النهوض بالعملية التعلمية بصفة عامة.